هو في التطور الدائم والتحديث الدائم، وليس الوقوف عند مرحلة فقط. يعني أنا أراقب بالتطورات في مؤتمرات الحزب الشيوعي الصيني، أجد أنه كل مؤتمر فيه قدر كبير من التطور عن المؤتمر الذي سبقه، وليس التطور ليس في الكلام، وإنما طرح برامج قابلة للتحقيق. كل هذا يؤكد أن الحزب ملتزم بالشعب وبحاجات الشعب. هذا يؤكد أن الحزب الشيوعي الصيني الذي يقود الدولة الصينية هو يعمل بشكل جيد من أجل مصالح الإنسان الصيني، من أجل مصالح الشعب الصيني. مواجهة الصين لهذا المرض تؤكد أن الحزب الشيوعي الصيني هو حزب شعبي. في هذا التوحد بين القائد والشعب، يعني دائما يكون القائد يشعر أنه هو واحد من الشعب وليس هو شيء فوق الشعب، وهذا هو سبب النجاح. يعني أعتقد أن الصين سوف تشهد تحت قيادة القائد شي تطورات نوعية.